مرحبا بكم. مدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس اللي معروفة كتفورمي لي زانجينيور في الفلاحة، انجينيور اغرونوم، وكتنظم دي زولمبياد. دابا هادي الاديسيون الثانية ديال الاولمبياد من بعد سيزون اللي كانت واقفة. كيتاروا اولمبياد كنعيطوا كنانفيتيو لي زيكول من المغرب كامل، لي زيكول دانجينيوري، لي زيكول العاديين، لي فاكولتي، كلشي كيجيو كيشاركوا في دي كومبيتيسيون، سوا دي كومبيتيسيون انتيليكتويل، سوا دي كومبيتيسيون سبورتيف. المهم كل ايكول كتجيب الطلبه ديالها، وكيكون عاوتاني دي شو موتور سايكل شو، كيكونوا لي شو ديال الالترا، كاينين هنا الالترا ديال تيفاندرز اللي هما ديال لينام، وكل ايكول كتجيب الالترا ديالها. وصافي كيكون بروغرام على دو جوغ. النهار كيكون تبدا مثلا عندنا في لوكو، تبدا عندنا بدا كونفيرونس، من مورا لي كونفيرونس كيكونوا لي شو ديال الالترا، كيكونوا لي كومبيتيسيون سبورتيف، كيتبعوهم لي شو في الاخر ديال الكراكاج ديال الالترا، كراكاج اونتر بارونتيز، وفي كتسالي بواحد السواري في الاخر ديال باش بنادم باش يرتاح. وا لومبيونس راه شتو بنادم كي كان بنادم جاي كاع السلام عليكم، معك محمد درويش، ممرض متعدد التخصصات بالمعهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه مكناس. اولا كنشكروا اللجنه المنظمه ديال لينام على الدعوه ديالهم لي سيفطونا باش نشاركوا في الاولمبياد ديالهم. جينا بفرقه ديال الكره باش نشاركوا اليوم. دونك كنجددوا الشكر ديالنا ليكيب كامله، الكوميتي دورغانيزاسيون والادمنستراسيون ديالهم، وشكرا. اليوم ان شاء الله درنا واحد الشو، انا ولي مومبر معايا ديال مكناس ميك بايكرز، الدراري ديال مكناس كاملين. سميتي انوار سريدي، شامبيون دو ماروك اون 2017، باسيوني بلو ستونت ولاكروباتي موتو. اليوم درنا واحد الشو في ليكول داغريكولتور اللي كاينه في مكناس، وان شاء الله داز داكشي مزيان الحمد لله، ومعايا الدراري. المهم تسناو الفيديوهات راه تكونوا ضروري، قالت واقيلا صورات فيديوهات غنبارطاجيهم معكم. و بوغ بلو دانفو دوزو ان شاء الله للباج انستغرام ديالي انوار 3D. وي كاينين دي كومبيتيسيون غير هاد لي زاني اللي دازو، كانت كوفيد وحبسنا داك الشيء، ان شاء الله هاد الاعوام الجايين. عجبهم الشو دوزوا واحد، المهم رسنا واحد الساعة من اليوم، فهمتيني، عجبهم الحدث، وإن شاء الله مازالين دي شو جداد. خصنا دي سبونسور في هاد السلام عليكم، حنا اليوم في المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، وبالضبط في واحد ليفينمون اللي هو مهم، اللي هو اولمبياد المدرسه الوطنيه للفلاحه بمكناس. كنبغي نشكر اولا جميع الطلبه المهندسين وكذلك المكتب المسير ديال الاولمبياد على المجهودات ديالهم من اجل انجاح هذه التظاهره. كنبغي كذلك نتوجه بالشكر لاداره المؤسسه على التعاون ديالهم، وكنبغي بصفتي زعما كمسؤول او كريسبونسابل على التورنو ديال الفوت كنبغي نشكر كاع لي زيكول اللي جاوا. اهم ميزه التظاهره هي الروح الاخويه والروح الرياضيه اللي طبعات هذا الحدث هذا من البدايه ديالو حتى النهايه. والحمد لله التورنو ديال الفوت كباقي المسابقات دازوا في واحد الاجواء اخويه وفي واحد روح رياضيه عاليه جدا. لذلك كنبغي نشكر كاع المدارس اللي جاوا، وكنبغي كذلك نشكر المدارس اللي ما توفقوش في الدوره هذه بانهم يكونوا معنا، وكندعوهم للحضور الدورات المقبله ان شاء الله. ختاما ما يمكن لي الا نشكر كل من ساهم من قريب او بعيد في انجاح سواء التورنوا ديال الفوت او التظاهره اون جينيرال، وعلى راسهم الاداره في شخص مديرها السيد عميري، وكذلك المكتب المسير ديال ليفينمون ديال الاولمبياد، جميع الطلبه المهندسين وكاع الطلبه ديال المدرسه الوطنيه للفلاحه مكناس وكاع الطلبه اللي جاونا من كاع المدارس.
يا طالبة المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، واليوم احنا فرحانين بالنجاح ديال هاد ليديسيون ديال الاولمبياد اللي بالنسبة اللي احنا فخورين بها، ونشكر كاع المنظمين واللي ساهموا في انجاح هاد النسخة، وفرحانة بالفوز ديالنا في هاد الفوز ديالي في لي كومبيتيسيون، وتنشكروا هاد الطلبه اللي جاوا عندنا من مدارس الاخرين باش ننجحوا هاد النسخه، وكنتمنوا النسخ الجايين يكونوا مزيانين ويكونوا زوينين، ونتمنوا تكونوا On tient à vous rappeler, chers auditoires, que nous sommes les premiers au Maroc qui ont organisé le. Maintenant, je passe la parole à M. Mehdi El-Mahin, président des Olympiades. Veuillez nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît, et bien sûr sur vos applaudissements. لو سيت تي في